حياكم الله معانا في حلقه جديده اعزائي المشاهدين من برنامجكم غطاوي ترند. اليوم معانا اسئله جديده وايضا معانا هدايا، ومن ضمن الشركات الراعيه معانا في هذه الحلقه شركه عسل 3 بيز، وايضا المصمم العالمي نواف بدر قدم هدايا بقيمه 150 دينار، وايضا عندنا عياده ابتسام كلينك مقدمه كوبونات بقيمه 25 دينار، وايضا شاي جبله. خليكم معانا مع غطاوي ترند. ما هو الحيوان الذي ينام ولا يغلق عينيه؟ ولا يغلق عينيه؟ تمساح. مشكور وايد، وفعلا هو خطأ جوابك. مشكور وايد، ما قصرت حبيبي، تسلم. خليكم معانا مع المسابقة التالية. ما هو الحيوان الذي ينام ولا يغلق عينيه؟ ولا يغلق عينيه؟ ايه السمك. متأكد؟ السمك. شوف، اذا نجاوب صح راح تفوز معانا بعدة جوائز، عددها 7 هدايا ان شاء الله. جاهز؟ السمك ما بيغلقش عينيه. اكيد؟ ان شاء الله. وفعلا مبروك، فزت معانا عدة هدايا مقدمة من شركة عسل زعفران، مقدم من شركة عسل 3 بيز، وأيضا عسل الزهور البرية مقدم من شركة عسل 3 بيز، وتصميم بقيمة 150 دينار مقدم من مصمم عالمي نواف بدر، وأيضا عندهم خصومات خاصة بقيمة 25% على أي فستان من صالون نواف بدر، وعندهم أيضا وعندنا أيضا هدية مقدمة من عيادة ابتسامة كلينك، وهي بقيمة 25 دينار بالإضافة إلى 50% خصم على اي نوع من العلاجات عندهم في العياده. وعندنا ايضا شاي جبله، قدم لكم شاي جبله من افضل انواع الشاي في العالم، وعندنا ايضا اي عمل داخل صالون نواف بدر بقيمه 10 دنانير. مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. تفضل. مبروك. مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. الله يخليك. ملك. شكرا. خليكم معنا مع المسابق التالي. يعطيك العافيه. الله يخليك عمي. شو اخبارك؟ الحمد لله. من هو شيخ النحات؟ من هو شيخ النحات؟ شيخ النحات هو، معلش، هو عربي عشان بس. شيخ النحات عربي. نعم، اسهلك اياها. يلا. شيخ النحات، والله انا المعلومه دي افتكرها قريتها والله. شباب ممنوع تغشيش لهني، ولا شباب ممنوع تغشيش، لا احد يغشش رجاء يعني. انت يعني دماغ والله. قول يلا. ولد نسيتها. هو من فارسي، من فارسي هو صح. يلا تجاوب. اي عمر، بس هل تالك انا ها هو عمر، عمر شيء هيك. انا قريت عنه والله بس ناس. يلا. والله ناس. يلا قريبه. فيش اختيارات؟ طيب اي اختيار. يشجعونك، يشجعونك شباب، يشجعونك تشجيع، عندك تشجيع من شباب، تشجيع قوي، تشجيع قوي. شوف 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 اختيارين. يلا يلا يلا, يلا ها ما حط يلا ها. نسيت والله. يعطيك العافيه. شكرا لك. الله يخليك عمي. سامحنا. العفو. سلام. خليك معنا مع المسابقه التالي. من هو شيخ النحات؟ لا مش عارف نهائيا. مش عارف. يعطيك العافيه. مشكور وايد. الله يخليك. سلم. الله يسلمك. يعطيك العافيه يمه. هلا والله، هلا فيك يا. شو صحتك؟ الله يسلمك والله بخير. الله يحفظك يا رب، طول عمرك. الله يسلمك يا حياتي. يمه عندنا سؤال جاوبت عليه، تاخذين معانا مجموعه هدايا قيمه. من هو شيخ النحات؟ عطني خيارات. سهل جدا، ما يبي خيارات. شيخ النحات سهل جدا، حيل سهل جدا. ما شاء الله انت مثقفه. يعني تعرفين؟ اي ساعدني. هو سيبوي. قلت لك سيبوي. سيبوي سيبوي سيبوي. اكيد اكيد ان شاء الله باذن الله. شكلها مصره. سيبوي سيبوي. اكيد اكيد. والله شو اقول لك، الف مبروك. مبروك فعلا. هو شيخ النحات هو الداعيه سيبوي. الله يبارك فيك يا حياتي. فزت معانا عده جوائز مقدمه من شركه عسل 3 بيز، مقدمة لك عسل السدر
بالزعفران مقدم من عسل 3 بيز، وعسل الزهور البرية مقدم من شركة عسل 3 بيز، وتصميم بقيمة 150 دينار مقدم من المصمم العالمي نواف بدر، وأيضاً أي فستان تأخذينه من نواف بدر بقيمة أي قيمة يعطيش فيه خصم 25%، وأيضاً أيضا كوبون مقدم من ابتسام كلينيك بقيمة 25 دينار، وعندهم أيضا أي علاجات داخل العيادة لتش خصم 50% على جميع العلاجات، وأيضا قدموا لك شاي جبلة أفضل نوع الشاي بالعالم، وعندنا أيضا كوبون بقيمة 10 دينار مقدم من صالون ما بقدر. مبروك، الله يبارك فيك، إن شاء الله مشكورين، يعطيكم العافية وكل سامنا وأنتم طيبين يا رب، الله يحفظك يا رب إن شاء الله، مشكور يا حياتي، الله يعطيك العافية، وفي خير إن شاء الله، سيطول عمرك. خليكم معنا مع المتسابق التالي مع قطاوي ترند. ما هي أكبر بحيرة في العالم؟ ما هي أكبر بحيرة في العالم؟ بحيرة ناصر. بدأ الذكاء يشتغل معانا، ما شاء الله عليك. الله يخليك. متأكد؟ إيه. إذا إجابتك بالفعل خطأ، شكرا لك. العافية، سامحنا. لا فيك. ما هي أكبر بحيرة بالعالم؟ أكبر بحيرة بالعالم بحيرة ناصر. متأكد؟ إن شاء الله. إذا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى إجابتك شنو؟ خطأ. شكرا لك. عفوا. سامحنا. هو سؤال واحد بس؟ يس، سؤال واحد، شكرا. يلا ما شاء الله. خليكم معنا مع المسابق التالي. يعطيك العافية. الله يعافيك. ما هي أكبر بحيرة بالعالم؟ أكبر بحيرة. أكبر بحيرة في العالم. ما هي أكبر بحيرة بالعالم؟ تعرفها؟ قبل شوي تكلمني تقول لي أعرفها الجواب، يلا جواب. أنا سألت شو السؤال. أكبر بحيرة في العالم بحيرة ناصر؟ متأكد؟ مش عارف، مش متأكد نهائيا. مشكور، سامحنا، يعطيك العافية، مشكور. خليكم معنا مع المتسابق التالي. يعطيك العافية. الله يعافيك، هلا ومرحبا. الله يعطيكم العافية على البرنامج الحلو هذا الطيب. الله يطول عمرك يا حبيبي. تابعنا ولا؟ اي والله بتابعك. رايك بالبرنامج؟ بالعكس، متابع طيب وحلو حبيبي. هلا هلا هلا. سؤالنا حبيبنا، ما هي أكبر بحيرة في العالم؟ ما هي أكبر بحيرة بالعالم؟ بحيرة قزوين. قزوين. قزوين إيه؟ متأكد؟ متأكد. إذن بالفعل هي بحيرة قزوين تعتبر من أكبر البحيرات في العالم حسب مساحة سطحية لها، وأنت بس معانا يا حبيبي بعدة جوائز يا حبيبي. مقدمة من واحد عسل سدر بالزعفران مقدم من شركة عسل 3 بيز، اثنين عسل الزهور البرية مقدم من شركة عسل 3 بيز، ثلاثة تصميم بقيمة 150 دينار مقدم من مصمم عالمي نواف بدر، أربعة خصم 25% على أي فستان نواف بدر، أربعة عفوا خمسة كوبون بقيمة 25 دينار مقدم من عيادة ابتسام كلينيك زائد خصم 50% على أي علاج عندهم داخل العيادة، بالإضافة إلى كرتون كامل من أفضل شاي بالعالم وهو شاي جبلة، وعندك أيضا أي عمل نسائي داخل صالون نسائي تطلق الأهل حق الجماعة عندك بقيمة 10 دانير من صالون نواف بدر. مبروك. أشكرك يا حبيبي. أشكرك ويحفظك. سلام. خياك لا دقيقة. ويحفظك. تفضل. ألف مبروك. أشكرك على البرنامج الحلو. تقبل الله طاعتكم الجميع يا حبيبي، حياك الله. وبالختام نحب نشكركم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وأشكر شركات الراعية اللي كانت معانا في هذه الحلقة، ومنهم شركة عسل 3 بيز، وأيضا المصمم العالمي نواف البدر، وأيضا ابتسام كلينيك وشاي جبلة. إن شاء الله أشوفكم في حلقات قادمة من قطاوي ترند، ونقول لكم مع السلامة.